عن الأجناس، بيقول هل الأجناس عددها 9 ولا 10 لو اعتبرنا جنس الهزام، جنس معاهم يعني. طيب نرد على الحتة دي. أولا يعني المدارس مختلفة في عملية عدد الأجناس وطريقة حسابتها إزاي. أنا هكلمك من منطلق اللي أنا أعرفه واللي أنا ميال لي يعني. هما الأجناس 10 بما فيهم الـ جنس الهزام، يعني الأجناس هيبقوا 10، غير إن إحنا عندنا 3 عقود اللي اتكلمنا عليهم اللي هي النوى أثر والأثر كرد والأثر بياتي، إذا دول 13، ونسبة سيكا إذا دول 14. فهم دول بالنسبة لي أنا محمد الفكهاني ال 14 دول أساسيين. ده بخلاف الأبعاد الشاذة، يعني في أبعاد بعد كده زي ما بنقول الحجاز غريب أو السكة البلدي، وفي بعض المقامات بيبقى ليها أبعاد خاصة يعني هنستثنيها. ده غير لما نروح للسلالم البنتاتونيك بيبقى ليها خاصية تانية، ما مش أجناس ولا عقود يعني. فالمهم إحنا هنيجي نرجع للموسيقى العربية تاني. هم 10 أجناس، منهم 6 خاليين من ارباع النغم، يعني في 6 عندي ما فيهمش ارباع النغم، وفي 4 فيهم ارباع النغم. ده بالنسبه للاجناس اللي هو تتالي 4 نغمات. ثم بعد كده عندي الثلاث عقود ونسبه، يبقى الاجمالي كله 14. بالنسبه للاجناس الـ6 اللي خاليه من ارباع النغم، عندنا العجم والنهاوند والكرد والحجاز، الأربعة دول أجناس أساسية. عندنا جنسين تانيين اللي هو جنس الصبا بوصلك والصبا زمزمة، دول 6 أجناس خاليين من أرباع النغم. وعندنا 4 أجناس ذات أرباع النغم اللي هو الرصد والبياتي والصبا والهزام. فدول أجناس ذات أرباع النغم، دول 4 على 6 التانيين يبقوا 10، والتلاتة زي ما قلنا التلات عقود والنسبة، يبقى دول كده 14. ده فيما يخص أخونا عبد الرحمن العبسي. في الأخير أحب أفكركم إن كل الحلقات وكل السلاسل عندنا وكل الفيديوهات بنحط فيها اللينكات بتاعت جميع السلاسل اللي بنسجلها، سواء كانت موسيقى عالمية، موسيقى عربية، قواعد هارموني، سواء العزف جيتار، سواء أي فيديو هنعمله أو أي سلسلة هتنزل تانية بعد كده هنشتغل فيها، بتتحط تحت في أسفل الفيديو في الديسكريبشن تحت. وما تنسوش لو عجبكم الفيديو وكنتم استفدتم بالفعل من حلقاتنا معاكم، ما تنسوش تضغطوا على الجرس وتشتركوا في القناة، وإن شاء الله تكون فيديوهات مفيدة للجميع. شكرا، محدثكم محمد الفكهاني، السلام عليكم.